مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كله صحة. تطعيم الأطفال من 5 سنين ل 11 سنة في البلاد ضد فيروس الكورونا متحور دلتا الجديد موضوع الجزء الأول من حلقتنا لليوم. أما الجزء الثاني رح يتخلى الموضوع تطعيم النساء الحوامل والمرضعات ضد الكورونا والإنفلونزا وأهمية الفحوصات خلال فترة الحمل. بداية بدنا نرحب بضيفنا الدكتور زاهي سعيد، مستشار مدير عام صندوق مرضى كلاليت والمتحدث بلسان وزارة الصحة، ولاحقا راح ينضم لنا الدكتور علي مفرع، اخصائي طب نساء توليد ومدير وحدة الالتراساوند في المستشفى الانجليزي. دكتور زاهي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا لك. اهلا. طبعا دكتور زاهي، اليوم احنا هيك بدنا نحكي على اخر المستجدات حول طبعا تطعيم الاطفال. احنا بنعرف انه بامريكا تمت الموافقه على تطعيم الاطفال، وخلال ايام طبعا راح يبدو بالتطعيم الاجيال بين 5 ل 11. عندنا بالبلاد باسرائيل بكره طبعا راح تعقد جلسه للجنه المختصه بالتعامل مع الاوبئه. برايك امتى راح عندنا يبدو بتطعيمات هاي الفئه من الأطفال؟ بعد ما الـ FDA والـ CDC أعطوا الموافقة على التطعيم بشكل 100% من الطواقم كلهم وافقوا على التطعيم، إنه تطعيم آمن وبيمنع المرض والتوصية، ما كانش حتى ولا واحد معارض. بكرة راح يكون النقاش في وزارة الصحة، وطبعا كيف أنا شايف الأمور راح يكون الموافقة كمان. وإن شاء الله خلال أسبوعين نبلش نطعم الأطفال. أها دكتور، طبعا إحنا كل وقت عم نحكي على التطعيم إنه آمن وهيك، بس إحنا عم نحكي برضو على فئة اللي هي فئة عمرية كتير صغيرة، يعني من 5 إلى 11 سنة. ورغم طبعا إنه وفقا للدراسات أو الأبحاث اللي عم تجرى خلال فترة هاي الكورونا عم نحكي إنه آمن، بس هل في شكوك أو في بالنسبة للتأثيرات على المدى البعيد؟ إحنا برضو عم نحكي كمان مرة على فئة عمرية صغيرة. لا في شك انه التطعيم هذا هو تطعيم جديد، نوع التطعيم وتطعيم جديد، بس كمان طريقه التطعيم وانتاجه هو طريقه جديده اللي هي اليوم احنا بنستعملها في كثير امراض، اللي هي الطريقه المضبوطه والصحيحه اللي هي بتخلي الجسم، يعني طريقه التطعيم هاي بتعطي رساله للجسم بتخلي الجسم نفسه ينتج المضادات. يعني هاي هي الطريقه الصح، هاي الطريقة الصح كمان في الأمراض، جميع الأمراض، حتى كمان الأمراض السرطانية وكتير أمراض اللي بنستعمل الطريقة هاي، وصلنا بنستعمل الطريقة هاي كتير سنين ما فيش مضاعفات. يعني الطريقة هي مش جديدة، بالتطعيمات جديدة. بهاي الطريقة احنا بنشوف انه التطعيم بفوت على الجسم، بعطي الرسالة وبعدين بنخفي من قلب الجسم، يعني لما هو هدفه الوحيد يعطي الرسالة للجسم ينتج المضادات. وحلو بلش الجسم ينتج مضادات، اختفى من جسم التطعيم المادة اللي بنعطيها. عشان هيك الطريقة هي آمنة من ناحية منطقية، من ناحية صحية، من ناحية علمية، ما فيش خوف. كل التفكير هذا على الضرر الأمد البعيد ما أفكرش رح يكون في شيء. وكيف قلت لك إنه إحنا عم نستعمل الطريقة هاي صرنا سنين بشكل كتير آمن وناجح، وفيش مضاعفات، وفيش ما فيش عنا معلومات على تفاعلات اللي هي بعيدة الأمد. بالعكس طريقة ناجحة، وهي الطريقة الصح إنه جسم نفسه بحارب المرض، جسم نفسه هي هاي الطريقة اليوم العلمية أثبت طريقة في كل الأمراض. إنه إحنا نساعد الجسم اللي هو يحارب وهو ينتج المضادات وهو يكون خط الدفاع الرئيسي يبقى لكل مرض عندنا وكمان الكورونا. طبعا إحنا دكتور بنعرف إنه قبل الموافقة طبعا رح يوافقوا على التطعيمات هذا الجيل، تمت الموافقة من فترة كمان على التطعيمات من جيل 11 ل 15-16 سنة. كيف كان الإقبال بشكل كل عام عنا بالمجتمع الإسرائيلي، وكيف الإقبال بالوسط العربي، وهل كان في هناك، يعني إحنا مثلا بالتطعيمات شفنا كثير أشخاص تطعموا ولكن وصلوا المستشفيات، عم نحكي من ناحية التطعيمات للجيل الكبير، كيف مع الجيل الصغير من 11 ل 16؟ تعال نجاوب على الأجوبة السؤال اللي قلتي. أول قسم منه التطعيم في المجتمع العربي، في الدولة بالمرة يعني تقريبا 80% اتطعموا بالفئة العمرية من 11 ل كل الفئات، وتقريبا 90% بال 90% اطعموا في الوجبة الأولى، و 80% اطعموا في الوجبة الثالثة. في المجتمع العربي احنا بنحكي على 60% في الوجبة الثالثة، وتقريبا 80% اطعموا في الوجبة الأولى. الأرقام كثير منيحة بارتفاع، ارتفاع كثير منيح، احنا كثير مبسوطين من الإقبال. طبعا واحنا بدنا كمان وكمان نزيد نسبه التطعيم، لانه هاي الطريقه الوحيده، واحنا وصلنا للوضع هذا اليوم احنا وصلنا له
بسبب التطعيم. ما فيش شك لو ما كانش في تطعيم كان بعدنا بالأرقام الكبيرة، عدد الوفيات الكبير والحالات الصعبة كان بعده ماشي معنا، والانخفاض اللي احنا عم نشوفه يوم بعد يوم في العدد العدوى ونسبة العدوى ومعدل العدوى والحالات الصعبة كله بسبب التطعيم. انه في عنا التطعيم في الوجبة الثالثة طعمه بنسبة كتير عالية، وكمان تطعيم الوجبة الأولى ترى بين 700,000 واحد اللي هن كانوا مش مطعمين، كمان هدول الشغلتين مع بعض هن وصلونا لهذا الوضع احنا موجودين فيه. مظبوط. إذا من ناحية المرضى اللي وصلوا المستشفيات مع التطعيم، أنا بعرف بشكل شخصي كتير من اللي أخذوا التطعيم الثالث ووصلوا للمستشفى، لو ما كانوش ماخذوا تطعيمات هاي الفئة كان المريض هذا كان مأكد، كان أنا حسب رأيي قسم كبير منه كان راح يتوفى. يعني التطعيم خلاهم يوصلوا للمستشفى بوضع أهون بكتير. يعني إحنا معقول ننعدي مع التطعيم، بس إذا بننعدي مع التطعيم النسبة والخوف من الوفاة هو أقل بكتير والحالات الصعبة هي أقل بكتير. يعني هاي المرضى اللي وصلوا للمستشفى مع التطعيم الثالث أنا بقدر أعطيك بشكل 100% كل واحد يقول أشكر ربه أنه هو الطعم، لأنه لو ما كانش متطعم كان في أمل كبير أنه يتوفى. يعني التطعيم الثالث خلى جسم يتعامل مع الفيروس بشكل أحسن وانتج المضادات وخلاه يعرف يحارب الفيروس بشكل احسن، وبفضل التطعيم هن طلعوا من المرض. واحنا بنشوف كمان انه بالجوله الرابعه اسا انه نسبه الوفيات بالناس اللي ما طعموش طلعت 100%. يعني التطعيم نجى كثير وخلانا نوصل لوضع اللي احنا وصلنا له، الارقام انخفضت بالشكل هذا بسبب التطعيم. وكل واحد وصل المستشفى مع التطعيم يعرف انه لو ما كانش متطعم، خلي كل واحد كل مواطن من النوع يعرف حاله انه اخذ القرار الصح، والقرار اللي اخذه الصح نجاه من حاله صعبه او وفاه. يعني يمكن هنا دكتور اكثر، يعني طبعا انت عندك المعطيات، ولكن كمان حسب المعطيات زي ما احنا بنحكي، يعني ممكن الاشخاص اللي طعموا يعني انقذوا حالهم من الوفاه، بس بالنسبه للحالات يعني عاده اللي بيوصلوا للمستشفى يا حاله متوسطه يا حاله خطيره، يعني اللي بيوصلوا على المستشفى بيكونش حالهم عندهم امراض خفيفه، وكانت يعني كمان فئه لا باس بها اللي هي بدون امراض، احنا مش عم نحكي على اشخاص اللي عندهم امراض مزمنه او عندهم مشاكل، بس برضه مع التطعيم وصلوا للمستشفى وانا عم نحكي وضعهم ما كانش منيح، الناس اللي وصلوا بس المستشفى ما توفوش بالنهايه. وصلوا المستشفى اول شيء مده ال الوجود من المستشفى كانت أقل بكتير وطلوحه من الحالة الصعبة كان أسرع بكتير، وما وصلوش للحالات الصعبة للإكمو. يعني إذا بنأخذ نفس الفئات العمرية ونفس الحالات الخلفيات المرضية ونعمل مقارنة بنشوف إنه فيش محل المقارنة، اللي ما طعموش للي طعموا، اللي طعموا روحوا بعد 3-4 أيام هذلاك قعدوا جمعتين وثلاثة وشهر وشهرين وكمان طلعوا منهم قسم كبير بحالة صعبة. يعني احنا بنعمل مقدما، احنا بنقول لما بدنا ناخذ معلومه ونحكي عنها ما بنقدرش نسمع شو الجار قال وشو صاحبنا قال، ما ناخذ المعلومات الموثقه لا كمان اللي هي العالميه وكمان مستوى دولي ومستوى العالم، والمعطيات بالشكل هذا بتفرجي 100% انه متوسط المكوس في المستشفى كانها قلب كثير ووضع اهون بكثير، وكمان النتائج كانت احسن بكثير. فيش فيها شك 100% موثوق بها معلومات 100% انه اللي طعموا حتى لو وصلوا المستشفى طلعوا بسرعه من المستشفى بوضع سريع. يعني ما كانش عندهم المضاعفات بعد الكورونا. يعني كل واحد احنا بنقارنه مع نفسه اللي نفس، يعني نفس المريض وصل للمستشفى قعد 3-4 ايام بالمستشفى مع انه متطعم، لو ما كانش متطعم كان معقول يقعد شهر وكان في امل كبير ما يطلعش كمان. هاي هي المقارنه الصح اللي احنا بنعملها، انه مقارنه شو التطعيم عمل شو فادنا، بس احنا بنحكي على كميه قليله كمان العدد مع التطعيم. يعني حتى الكمية هاي اللي عدت مع التطعيم كمان ربحت، وتطعيم نجح حياته هدول. يعني الناس اللي وصلوا المستشفى لازم يقولوا شكرا انه طعموا، لا انه اخذوا قرار الصح ونجحوا حالهم. اكيد دكتور، خلينا اسا نركز على الفئه تاعت العمريه الفئه الصغيره، لانه اكيد هون في كثير اهالي عم تسمعنا وعندهم برضو عم نرد نحكي على جيل عن جد كثير صغير. شو المعلومات اللي عن جد ممكن تفيد فيها الاهالي اللي عم بسمعونا اليوم انهم يكونوا مطمنين من ناحيه هذا التطعيم للفئه العمريه من 5 سنين؟ يعني احنا بنحكي جيل كثير كثير صغير، يعني بالروضات جيل 5 سنين ل 11 سنه. تعال نحكي على التطعيمات بشكل عام. التطعيمات بشكل عام في الدوله 80% من التطعيمات اللي احنا بنحكي عليها بالاطفال،
يعني احنا التطعيمات اللي بناخذها بشكل يومي، يعني الطفل بس يخلق اول يوم باخذ تطعيم. مزبوط. يعني التطعيمات هي خلقت للاطفال، وجسم الطفل بتجاوب مع التطعيم بشكل احسن بكثير وبنتج مضادات احسن. يعني اذا في فئه راح تستفيد، كل ما كان العمر اصغر كل ما كان استفادة من التطعيم هو احسن واعلى، وبنمنع المرض بشكل احسن بكثير. عشان هيك من ناحيه انه من طعم الاطفال، التطعيمات للاطفال يعني اساسها للاطفال. وكيف لليوم كيف قلت لك 80% من التطعيمات اللي احنا بنعطيها اليوم في الدولة هي للاطفال من اول يوم ما بيخلقوا. اذا احنا بدنا نقارن نعرف قديش ايش تاثير التطعيمات وايش يعني كان في عندنا لو ما فيش تطعيم، احنا اليوم المعلومات اللي عندنا كان في لحد اليوم 157 حاله البيمس اللي هي التهاب جميع اعضاء جسم الاطفال. اللي هدول هن 157 واحد ما طعموش ووصل المستشفى بحالات صعبه، وكمان كان عندنا حاله وفاه. في الولايات المتحده 6 مليون واحد مرضوا بالكورونا، 23 الف طفل وصلوا المستشفى، وميات الاطفال توفوا. ميات الاطفال توفوا من الكورونا، ما كانوش طبعا انه ما فيش تطعيم بالاطفال. يعني احنا بنحكي على كل وفاه طفل هي وفاه اللي هي مش بمحلها ولازم نمنعها. عشان احنا بنحكي على ميات الاطفال اللي توفوا من 6 مليون طفل، 6 مليون طفل بامريكا اللي مرضوا. عشان هيك يعني احسب رايي انه هذا الرقم لحاله بقول كافي انه كل وفاه واحده، حتى وفاه واحده ممنوع تكون. اكيد. اذا السؤال هنا دكتور، يعني كيف تنها اختلفت كل هاي المعطيات؟ هل بسبب المتحورات الجديده اللي صارت؟ لانه بالبدايه يعني اول طبعا ما طلعت الكورونا، وحتى يعني بالموجه الثالثه والثانيه والثالثه كمان كنا كل الوقت نحكي انه الاطفال بمرضوش، واذا مرضوا بوصلوش لحالات وفاه، بوصلوش لحالات صعبه. طب شو اللي تغير؟ احنا يعني ما تغيرش شيء، بس احنا 6 مليون واحد اللي بامريكا مرضوا، 6 مليون طفل قلنا توفوا منهم ميات. احنا باسرائيل تقريبا مليون واحد انعدى وتوفوا منهم 8000، يعني النسبه اعلى بكثير في الكبار. اوكي. 8000 من مليون، هناك بنحكي على 6 مليون ميات، يعني النسبه اقل بكثير بالاطفال. بس كمان النسبه الواطي هاي بنقدر نمنعها. ليش توفى 100 200 طفل من الكورونا؟ هدول الاطفال بنقدر ننجيهم 100%، عشان هيك كل روح احنا بننجيها. يعني بالنسبه للاب والام اللي بتوفى ابنه من الكورونا هو 100%. وهاي احنا الوفيات بنقدر نمنحها، مع انه بنسبه اقل. مع انه نسبتها اقل 200 من 6 مليون، مع احنا بنقارن على 8000 توفوا عند الكبار من مليون، نسبه اقل بكثير، بس كمان هاي بنقدر نمنحها. مظبوط. دكتور احنا شفنا انه بالفئه الصغيره شوي كان في هناك مضاعفات لتطعيم الكورونا التهاب بعضله القلب، عم نحكي على الفئه الاكبر. هل التطعيمات بالفئه الاصغر اذا طبعا اعطوها لحدا قبل ما وافقوا عليها كان في هناك مضاعفات او شغلات؟ هاي كمان معلومه مش مزبوطه. كمان احنا فحصنا في اسرائيل وفي كل العالم نسبة الأطفال اللي سابها التهاب في عضلة القلب من المطعمين أقل بكثير من الفئة الثانية مش مطعمة. يعني الناس اللي ما طعموش صاب التهاب عضلة القلب بأضعاف عن الأطفال. يعني إحنا ما ننساش دائما إنه قيم الكورونا على جانب، في عنا بدولة إسرائيل بتوفوا كل سنة آلاف الأشخاص، 10-20 ألف واحد بتوفوا أو بصيب جلطة قلبية أو يعني أكثرية الناس طعمت. بس الامراض كانت تيجي، يعني بصيرش احنا كل مرض بيجي نقول انه هذا بسبب الكورونا. عشان هيك هاي واحده من الشغال اللي الناس فكروا انه بسبب الكورونا، لا. لما احنا بنفحص بشكل علمي وبشكل دقيق وبنعمل مقارنه بنشوف انه المضاعفات من الكورونا هي اقل بكثير، فيش مقارنه لمضاعفات المرض والوفيات والحالات الصعبه، فيش مجال المقارنة. يعني بنحكي هون على بس التخويف اللي بيصير انه واحد سمع من جاره اخذ تطعيم او صابه جلطه قلبيه او صابه شيء، هو كان راح يسيبه جلطه قلبيه لانه يعني بدون التطعيم. بدون تطعيم. عشان حتى حالات الوفيات اللي كانوا اللي قالوا 5000 واحد توفوا بالعالم كله بعد التطعيم، بعد ما فحصوا كل حاله حاله ما لقوش يعني حالات اللي يقدروا يقولوا انه في تطعيم هو سبب الوفاه، ما لقوش، ما وصلوش يعني لحال منه. يعني صدفت انه بالفتره اللي اخذ التطعيم صار معه لانه نسبه الناس اللي بده يتوفوا بالسنه 20000 واحد. وقتلت الناس عم بتطعموا، يعني مأكد واحد بده ياخذ تطعيم بده يكون الوفاه تبعته او المرض تبعه اللي بده يسيبه بشكل طبيعي يا قبل يا بعد التطعيم يا حوالين التطعيم. عشان هيك يعني ما احنا بنسمع معلومات، لازم ناخذ المعلومات الصح والمضبوطة بعد ما احنا نفحصها بشكل جذري. اكيد. دكتور اذا بدنا نحكي على متحور دلتا الجديد، طبعا بنعرف في كم حاله صار عندنا بالبلاد، شو الفرق بينه وبين دلتا الاصليه؟
المتحورين اسا المتحور هو مش المهم، بس المتحور هو علامة لنا اللي بتقولنا إذا إحنا منحافظش على التعليمات وعلى نمط الحياة المضبوط إحنا بخطورة. أما إحنا إذا بنعمل كل التعليمات اللي هي البعد والكمامة ومحلات مغلقة، نحافظ على التهوئة والمسؤولية الشخصية، إذا إحنا عيانين ما نشاركش، أو إذا بدنا نعمل مناسبة نتأكد إنه في الشارة الخضراء على كل المعزومين تبعونا، وهي إحنا بنشوفها إنه فيش، عم نعمل مناسبات عم نروح عم نيجي، ما حداش عم بحط كمامين، ما حداش عم بفحص. في المجتمع العربي، في المجتمع اليهودي لا، في بفحصوا وفي كمامات وفي أخطر حذر. والتطعيم لما احنا بنعمل، يعني دائما احنا بنقول بخصوصا برنامجك نمط الحياه الصحي هو الطريقه لكل الامراض. نمط الحياه الصحي في كل الامراض هو الرياضه والاكل والتغذيه المضبوطه وكل نمط حياتنا الطبيعي اليوم يوم. وفي الكورونا نفس الشيء، فعنا نمط حياه صحي. نمط الحياه الصحي في الكورونا هو الكمامه، البعد، التهوئه في المحلات المغلقه، والمسؤوليه الشخصيه والتطعيم. هذا هو نمط الحياه الصحي تبعنا، واذا بنعمله نقدر نعيش مع الكورونا كما 10 20 سنه بدون ما نعمل ما يأثر على ولا شيء، ولا اعمالنا ولا على المدارس ولا على اشغالنا ولا شيء. بس احنا اذا بدنا نسافر لبرا ونرجع، يعني الطفرات الجديده اللي صارت هسه وكمان مع العمال الصينيه، انا هاي مش خايف منها، احنا عارفين نسكر عليهم ونفحصهم ونشوف مع مين كانوا باتصال، بنقدر نسيطر عليهم. بس الخوف هو علينا احنا لما بدنا نسافر لبرا ونجيب طفره جديده وما نعملش التعليمات. هذا هو الخوف، هذا هو الخوف الاساسي، انه احنا سافر مسموح نسافر، نسافر يوم مسموح نسافر، نعمل كل التعليمات الفحوصات نعمل تعليمات وزاره الصحه بالخروج وبالرجوع. اذا بنعمل كل التعليمات والفحوصات كلها وبنطلعش غير ما نتاكد انه احنا فش عندنا كورونا، نقدر كمان نسافر. هذا هو الخوف الأساسي هون من الطفرات، هو إنه إحنا نسافر وما نكونش نحافظ على التعليمات. دكتور، هل برأيك كمان يعني إحنا لما شفنا الموجة الرابعة، يعني يمكن كمان هو كان أكثر زي ما قلنا الحذر وإنه الواحد يحافظ، ولكن شفنا خاصة الفئة المتطعمين كانوا بالتطعيم الأول والثاني، يعني بيعطيهن نوع من الشعور بالأمان وإنه أوكي إحنا مطعمين وإحنا مش راح نمرض. وبتشوف إنه أكبر نسبة من المطعمين بيطلعوا بدون كمامات، ويعني بيكونوا ماخذين راحتهم اكثر، ويعني اكيد انه هن اللي يعني بالنهايه بنشروا كمان مره الفيروس، لانه في منهم مش رايحين يشعروا بشعوروش باعراض الفيروس. فشو بدنا نحكي لهي الفئه، يعني خاصه المتطعمين اللي هن حاسين حالهم بامان، رغم انه زي ما قلنا احنا في كثير متطعمين اللي مرضوا، في منهم اللي بحسوش انهم مرضوا، في منهم طبعا اللي بالاخر بوصلوا المستشفى او بيطلعوا ايجابيين وقت الفحص، بفكروا عندهم انفلونزا او هذا مثل ممتاز للمسؤوليه الشخصيه. إذا أنا متطعم تطعيمات تنين وبطلع لبرا وبخالط ناس عياني وباجي بعدي أبوي أو أمي أو بعدي واحد كبير في العمر، هاي المسؤولية الشخصية، إنه إحنا اتطعمنا معقول ننعدي، عشان هيك نحافظ على التعليمات البعد والكمامة. بقولش إنه مش معقول ننعدي، إحنا محميين نفسنا، يعني إحنا بنطلع برا إحنا محميين مبسوطين، معقول بنخالط الناس وبنيجي بنعدي الناس اللي بخطورة، اللي الناس اللي معقول نقتلهن، يعني هاي التصرفات معقول تقتل. عشان هيك المسؤوليه الشخصيه هون كثير مهمه، حتى لو احنا مطعمين نحافظ على التعليمات البعد والكمامه، في حدا عيان ما نخلطوش، نحافظ على كل التعليمات عشان ما ننقلش المرض لكمان لحدا اللي احنا بنعزه وبنحبه معقول نقتله. دكتور زاهي، كلمه اخيره للاهالي بالنسبه للتطعيم للفئه الصغيره. تطعيم الاطفال هو تطعيم امن، وفيش محل للمقارنه بين المضاعفات اللي تعال نبلش من المضاعفات الخفيفة اللي هي قلة التركيز والتعب عند الأطفال، اللي هن كمان اليوم بدون الكورونا عندهم هاي بشكل كتير عالي. وطبعا والالتهاب في جميع أعضاء جسم الأسمى البيمس 157 واحد، وقلنا بالولايات المتحدة ميات الأطفال توفوا من 6 مليون عدو. احنا مش بحاجة نخاطر في أولادنا، والتطعيم كتير آمن. التطعيمات هي نتجت للأطفال ومعروفة بالأطفال، و80% من التطعيمات بتنعطى بالاطفال، عشان هيك ما نخافش نعطي تطعيم لاولادنا. هاي الطريق الصح، وكمان بالطريقه هاي احنا بنساعد الكبار وبنساعد الدوله، هاي الامل الوحيد تبعنا نوصل لمناعه القطيع. لما احنا بنطعم الاطفال في امل
نوصل لمناعة اللي هي أعلى مستوى الدولة. دكتور زاهي سعيد، مستشار مدير عام صندوق مرضى كلاليت والمتحدث بلسان وزارة الصحة، شكراً كثير على المعلومات، بتأمل أفدنا الأهالي اللي متابعينا، شكراً كثير. شكراً. أهلاً مشاهدينا، فاصل صغير ومنرجع رح ينضم لنا دكتور علي مفرع. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مجددا، وطبعا بنضم لنا الدكتور علي مفرع، اخصائي طب نساء توليد ومدير وحده الاوتراساوند في المستشفى الانجليزي. وطبعا بدنا نكمل الحديث معه اسا حول التطعيمات للنساء الحوامل، وطبعا بعدين للفحوصات خلال فتره الحمل. دكتور علي اهلا وسهلا فيك. اهلين فيكي. اهلين. طبعا اكيد سمعتنا دكتور، كنا عم نحكي على التطعيمات للفئه الصغيره، شو بالنسبه للنساء الحوامل المرضعات، يعني بالأخص النساء الحوامل، كيف الإقبال عنا بالمجتمع العربي؟ طبعا إحنا عم نحكي صار في تطعيم ثالث، هل بتشوف إنه في نسبة كتير من النساء الحوامل بتطعموا عنا بالمجتمع العربي ومرضعات؟ نبلش بالتطعيمات بالحمل. اليوم إحنا بنحكي على 4 أنواع تطعيمات لازم المرأة الحامل تأخذها، بين 3 إلى 4، راح أحكي بعدين. نبلش بالكورونا. بالمجتمع العربي للأسف في إقبال أقل على التطعيم الثالث، بس في وعي أكثر. إحنا بنشوف كتير نساء بيسألوا عن التطعيم الثالث بالحمل، وطبعا بنشجعهن. من ناحية التطعيم الثالث من ناحيتنا إحنا بنوصي جميع النساء أخذ التطعيم الثالث بالثلث الثاني أو الثالث للحمل. وبرضو المرأة المرضعة التطعيم آمن جدا، آمن جدا. السبب الوحيد ان احنا ما نعطيش التطعيم بالثلث الاول من الحمل، من ناحيه فيزيولوجيه مش من المفروض انه التطعيم ياثر على الثلث الاول من الحمل، لكن الثلث الاول بالحمل هو الثلث اللي بيكون فيه مشاكل اكثر، بيكون فيه اكثر حالات نزيف، اكثر حالات اجهاض، وممكن يكون فيه اكثر حالات اللي فيها تشوهات عند الجنين. فعشان هيك بنبعد عنه، رغم انه فيش اي اثبات علمي انه التطعيم ممكن يؤدي لهي المشاكل في الثلث الاول من الحمل. التوصية هي كل مرأة تاخذ التطعيم الثالث في الحمل، اللي بتخطط حمل ما قبل الحمل، الحامل بالثلث الثاني او الثالث، والمرضعة برضو امن جدا لها وللجنين والطفل. اكيد رضيع. يعني هنا دكتور احنا عم نحكي للنساء الحوامل الجديد بعد الشهر الرابع، يعني من الثلث الثاني وبعد اسبوع 12 يعني. شو بالنسبه للانفلونزا، لانه يعني هسه احنا طبعا بموسم الانفلونزا، يعني بالنسبه لتطعيمات الانفلونزا هل بشكل عام في اقبال، وقديش الاشي مهم هاي السنه؟ لانه احنا بنعرف السنه اللي مرقت تقريبا ما كانش فيروسات اصلا وما تسجلش حالات انفلونزا، ولكن هاي السنه يعني بدينا بفصل الخريف، من ناحيه شعور اكيد بعدنا احنا مش حاسين بحاله الطقس فيها قد التغيرات، ولكن من ناحيه فيروسات صاروا وصلت عنا وعم نعرف في كثير انواع فيروسات هاي السنه، فقديه مهم التطعيم للانفلونزا؟ الانفلونزا هو التطعيم الثاني اللي بدي احكي عنه بالحمل. تعال نرجع لفتره ما قبل الكورونا. ثلث الحالات المضاعفات الانفلونزا اللي احتاجت علاج في المستشفى من النساء في جيل صغير هن حوامل، وذلك لانه بفتره الحمل بتكون هبوط بالمناعه عند المراه، فلذلك هي عرضه اكثر لمخاطر اكثر لجميع الالتهابات والفيروسات ومنها الانفلونزا. الابحاث العلميه اثبتت انه تطعيم الانفلونزا مهم جدا للمراه وللجنين. من ناحية المرأة بخفف المضاعفات زي ما حكيت، ثلثين كانوا نساء حوامل. الجنين المرأة المضادات تنقل للجنين، فالمولود إذا مصاب إنفلونزا بيكون عنده مضادات، فكانت هبوط الجنين اللي كان غير مطعم للإنفلونزا أكثر 4 مرات من الأم اللي ما كانتش مطعمة إنه يكون عنده مضاعفات. النساء اللي كان عندهن إنفلونزا فشافوا إنه الأجنبة لما بعد الولادة ممكن يصير عندهن مرض نفسي محلها بيبولاريت، فلذلك مهم كثير إن يطعموا الإنفلونزا. النساء اللي أصيبوا بإنفلونزا هن بخطر أكثر يكون عندهن ولادة مبكرة وهن يخلفوا جنين أصغر بحجمه، بس النساء اللي طعموا الأبحاث أثبتت بقل نسبة الولادة المبكرة عندهن ب 25%.
20% مقارنة باللي ما تطعموش. ولادة جنين بوزن صغير بقل ب 27% من النساء اللي ما تطعموش. وفترة التطعيم كمان من الثلث الثاني وطالع تقدر بكل مراحل الحمل. التطعيم الانفلونزا اللي بتاخده الحامل في نوعين عندنا تطعيم، في التطعيم اللي عن طريق الانف سبراي، هذا ممنوع بالحمل لانه هذا فيروس مضاعف عايش مستضعف. اما التطعيم اللي بالابره هو فيروس ميت. فلذلك بالحمل بننطيش السبراي بالانف الا بتاخذ التطعيم الابره. فبكل مراحل الحمل وطبعا امن بالحمل وبالولاده. التطعيم الثالث اللي بحكي عنه اللي برضه لكل النساء الحوامل هو تطعيم السعال الديكي. الهدف من تطعيم السعال الديكي عشان الجنين، لانه بصير مضادات اللي بتنتقل للجنين. فبعد الولادة اذا الجنين المولود الجديد اصيب بالسعال الديكي فبصير عنده اقل مضاعفات. بنعطى من اسبوع 27 ل 36 حسب نصيحة وزارة الصحة والابحاث. التطعيم الرابع اللي بتحكي عنه الانتي دي، هذا التطعيم مش لكل النساء الا النساء اللي عندهن نوع دم سالب، عشان بنعطى باسبوع 28 عشان ما يكونش عند المرأة مضاعفات في الحمل القادم. وانه يكون بتصير لانه اللي بتطعمش بتعمل مضادات ضد نوع الجنين بالحمل القادم. طبعا دكتور هيك احنا خلصنا على موضوع التطعيمات بالنساء بالنسبه للنساء الحوامل والمرضعات. اسا بدنا طبعا نحكي على فتره الحمل والفحوصات. طبعا حضرتك مدير وحده الالتراساوند في المستشفى الانجليزي، وهون بدنا نحكي عن جد على اهميه فحوصات الالتراساوند خلال فتره الحمل، طبعا منذ الحمل للولاده. احنا بنعرف طبعا اليوم بمجتمعنا يعني في كتير وعي بالنسبه لهي الفحوصات. كمان تقريبا كل صناديق المرضى يعني هن نفسهن لما المراه بتكون حامل وبتعمل فحص وبتطلع النتيجة إيجابية، فكمان بيشرحوا لها بالضبط شو لازم تعمل. وطبعا طبيب النساء أو طبيبة النساء كمان بتشرح لهم بالضبط شو المراحل اللي لازم يعملوها في فحوصات. ولكن بنشوف كمان في هناك فئات اللي مش بالضبط تعال نقول بتعاون أو بتجاوبوا بيروحوا بيعملوا كل شيء بوقته. فتعال هيك نبدأ إحنا نقسم مراحل الفحوصات طبعا ونحكي على أهمية كل فحص وفحص. أوكي. المرأة بالمعدل مرأة عادية اللي الحمل فيش مخاطر حمل تعمل خمس فحوصات على الأقل، خمس فحوصات ألتراساوند خلال الحمل. الفحص الأول هو في بداية الحمل في الأسابيع الأولى من الحمل، عادة بين أسبوع 6 إلى 8، يعني أسبوعين بعد تأخر الدورة، أسبوع لأسبوعين بعد تأخر الدورة. هذا الفحص بنفحص فيه شغلتين، أهم شغلتين، إنه الحمل موجود داخل الرحم مش خارج الرحم. الشغلة الثانية اللي بنفحصها إنه في عنا جنين مع نبض طبعا والحمل طبيعي، ومنقيس اذا الجنين ملائم من ناحيه العمر لتاريخ لعمر الجنين حسب الدوره. لانه في مرات بيكون عندنا فرق بين فتره الاباضه لبين الحمل حسب الالتراساوند، ساعتها احنا بنعمل بنظبط تاريخ الحمل حسب الالتراساوند لانه له معنى بالمستقبل، عشان مش مستقبل نقول الجنين في عندنا جنين اللي هو بيكبرش كيف ما لازم لانه كان في عندنا غلط بالاساس من حساب تاريخ الحمل، او انه اكبر من ما لازم لانه كان في عندنا برضه هذا الغلط. هاي اول فحص بنعمله. السؤال هون دكتور بالنسبه هاي قصه انه الوحده بتكون عامله حساب مثلا حسب الدوره الشهريه وبالاخر الحساب يعني بيظبط حسب فحص الالتراساوند، طب ليه يعني الالتراساوند بيكون اكيد اكثر او دقه اكثر من الحسابات اللي ممكن المراه تكون عاملتها حسب الدوره الشهريه؟ كل مراه بتعرف حتى اللي عندها الدوره منتظمه هي مش منتظمه لكل الحياه، في مرات أكيد بتصير شوية خربطة. فإحنا بنحسب جيل الحمل من تاريخ الدورة. بس الجنين بتكون من تاريخ الإباضة. أوكي. يعني ممكن يكون بالزبط خربشي يعني. خربشي. المعدل الدورة العادية اللي بين كل 20 يوم لـ40 يوم. ففي عندنا فرقية 3 أسابيع بين الإباضة بهاي التواريخ. فممكن تكون خربطة بالإباضة. في تاريخ الإباضة ممكن تكون خربطة بهذاك الشهر اللي كان فيه حمل، مرات خربطات أو كانت عندها الإباضة
متأخرة أكثر أو متقدمة أكثر، فعشان هيك بنروح على الألتراسون في البداية. ربنا هيك خلقنا إنه بالأول كله بيكبر نفس الشيء، بعدين في ناس بتكبر أكثر وفي ناس بتكبر أكيد. أها فيعني الفحص الدقي هو الألتراسون، يعني إنه تشوف تقيمه قديش عمره للطفل للجنين، سوري للجنين، وحسب أي مرحلة إحنا بنعمل. في مرحلة، أول مرحلة إحنا من ناحيتنا أكثر من 4 أيام فرق منعادله حسب الألتراسون، بعدين لأسبوع، بعدين حتى لأسبوعين إذا كان فرق أكثر من أسبوعين. يعني وبعدين مفروض أنتوا تبدوا تعدوا حسب الألتراسون، يعني إذا بتجي تعمل فحص بتعطوها تاريخ حسب أول ألتراسون هو اللي بحدد. حسب الألتراسون، أوكي، هاي يعني حكينا بالبداية. وبعدين الفحص الثاني هو فحص شفافية الرقبة، بنعمل من أسبوع 11 لأسبوع 13 و6 أيام. فحص شفافية الرقبة من الهدف تبعه عندنا هدفين، إن نشوف الجنين تطور وملائم لجيله، كمل يتطور كيف ما لازم، ونفحص شفافية الرقبة اللي عشان نشوف إذا في هنا خطر أكثر لمتلازمة داون. الفحص هو مقيس بالمليمترات الشفافية تبعت الرقبة، الطبيعي لحد 3 مليمتر. أكثر عن 3 مليمتر هو بصير خطر أكثر إنه في متلازمة داون عند الجنين أو مشاكل أخرى، بس برضو من فوته لمعادلة، اللي بالمعادلة بيفوت برضو عمر المرأة، لأنه مع الجيل بيزيد الخطورة لمتلازمة داون. بيطلع عنا معادلة، بهاي المعادلة إحنا بنحكي شو كم نسبة الخطورة. نسبة الخطورة من ناحيتنا 1 لـ380. إذا كانت أكبر من 1 لـ380 فعندها لازم نقول للمرأة أنه هنا في خطر أكثر لمتلازمة الداون، لازم نعمل فحص تاني يأكد لنا، اللي هو فحص عينة من المشيمة سيسيشليا، أو فحص مية الراس اللي بسموه ميشافير، ديكور ميشافير. وفي اليوم فحص اللي بتسمى فحص دم اللي إنه IPT، اللي هو مش موجود بالسلة اللي بتنطيها مظبوط وعلى الحساب الخاص. بس هل هو يعني تعال نقول أمين الدقة مثل الفحوصات التانية؟ الدقة هو فحص ميشافير مية الراس. اليوم نسبة الدقة بتوصل 99+ مقارنة بفحص الميشافير. السؤال هنا طبعا دكتور، احنا بنعرف في كتير نساء عندهم مخاوف من هذا الفحص، رغم انه يعني النسبة هي قليلة جدا انه طبعا يصير اجهاض بعد هذا الفحص، ولكن بنشوف نسبة كتير كبيرة عندها مخاوف. وفي ده في نساء الا بالعكس بحبوا يعملوا الفحص حتى كمان لو كان جيلهن صغير. فشو ممكن نشرح لك اكتر بالنسبة لهذا الفحص؟ هذا الفحص أول إشي آمن، نسبة الإجهاض هي 1 للـ1000 أو 1500. مرأة اللي حسب الفحوصات بنقول لها إنه لازم تعمل الفحص لأنه في شكل متلازمة داون، مثلاً طلع عندها الخوف 1 لـ200، أنه أكثر 1 لـ200 ولا 1 لـ1000، فتعمل الحسابات تبعتها. مجتمعنا صح، في عندهن مخاوف كتير من فحص مية الرأس. أنا بحكي الفحص آمن لما بنعمل بأيدي أمينة مع طبيب اللي هو مختص عنده خبرة. الفحص عادة بنعمل بأسبوع 18 لـ20، عشان إذا كان عندنا ولادة لا سمح الله هي بتكون إجهاض، بنعملوش قريب من أسبوع 24 عشان ما يصيرش عندنا ولادة مبكرة يكون عندنا جنين اللي تكون عنده مضاعفات لأنه خدج صغير كتير مش عشان كان عنده مشكلة أساسية، أو من أجله لقريب أسبوع 30. إذا دكتور هون إحنا كل الوقت عم نحكي على فحوصات من أسبوع كذا لأسبوع كذا، قديش أهمية الواحد يكون دقيق من ناحية الأسبوع يعني؟ وهل في بعض الأحيان بتعرف إحنا مرات عنا بصناديق المرضى بيكون الدوار متأخر يعني، وبتصير طبعا، فشو ممكن الواحد يعمل بهاي حالة؟ أنا متأكدة في كتير يمكن نساء عم بيحضرونا وتعال نقول استنوا شوي او تاخروا ما عملوش دور كثير بكير، ولما اجوا طبعا يعينوا لهم دول لهذا الفحص فطلع صار فايتهم الوقت اللي لازم يعملوه، هل في هناك تاثير او ما فيش حاجه يعملوا للفحص اذا مرق الوقت؟ طبعا في تاثير. الفحص في له اوقات معينه، مثلا فحص شفافيه الرقبه اذا بنعملش بالاسابيع المناسبه ما بنقدرش نفوته على المعادله، ما بنقدرش نعمل الفحص ان نحكي ننطي نتيجه للمراه، يعني تطلعش النتيجه مضبوطه، تطلعش النتيجه مضبوطه. لذلك بنصح النساء اول مقابله عند طبيبه النساء عند طبيب النساء بعد ما انه شافت انه في جنين في نبض،
تروح تعمل ادوار حسب الاسابيع، كل يوم كل صناديق المرضى تنطي تواريخ معينه لكل المراه بعد اول لقاء، اي تواريخ كل فحص، فتعين الادوار تعين عشان يعني من قبل كثير وقت. بالضبط عشان طبعا هي بتقدر انها تتوجه، مهم كثير انها تعمل بالوقت، اذا فيش ادوار قريبه إلها بالكوبات كليم هاي الفحوصات مجبوره صندوق المرضى ينطيها دور. ممكن الدور ما يكونش قريب إلها بمحل سكناها، بس ممكن يعني تسافر محل مزبوط محل ابعد، بس مهم كثير تعمل الفحوصات. الفحص بعد شفافيه الرقبه بنيجي لفحص مسح الاعضاء، مسح الاعضاء الاول، فحص مسح الاعضاء الاول بنعمل بين اسبوع 14 ل 16. هذا الفحص مش بيسل على الحساب الخاص، الاغلبيه اليوم عندهم البتوح اللي بسموه مشلام، اللي تامين خاص يعني تأمين المكمل، اللي لا تامين المكمل اللي في بسموه سي بلس او مشلام او بلاتينوم حسب صندوق المرضى اللي غاد بدفعه مبلغ بسيط، وصندوق المرضى بكمل بدفع الباقي للطبيب. فهو المبلغ بسيط جدا، هن بيدفعوا المصاري بيرجعوا لهن اياه صندوق المرضى، مش بيدفعوش الهاي بدهم يشوفوا مين الطبيب اللي بيشتغل مع صندوق المرضى تبعهن. وبيدفعوا اللي اشتتفوت بسموها اشتتفوت على سميت الاشتراك الشخصي، وهو مبلغ بسيط جدا. مبلغ بسيط جدا الاشتراك الشخصي للطبيب، وهذا هو يعني مش مبلغ كبير. قد ايه اهميته هذا وشو بالضبط بفحص دكتور؟ الفحص مسح الاعضاء زي اسمه مسح الاعضاء، بنطلع على كل الاعضاء، بنطلع على الراس، على المخ، على الكلاوي، معده، عينين، شفتين، ايدين، اجرين، ظهر، معده، على الاعضاء الداخليه والخارجيه. الداخليه والخارجيه، واهم شيء بهذا الفحص لازم يكون عندنا 100% نشوف جنس ذكر ولا انثى، لانه بشفافيه الرقبه مش 100% حسب الاسبوع. اذا بتكون باسابيع اكثر من تقدم بجوز ان نوصل ل 100% حسب الجيل، بس هناك لازم نشوف اول شيء جنس الجنين. اكيد. فهذا الفحص بنعمل، بعدها فحص مسح الاعضاء الثاني من اسبوع 20 ل 26، هذا مع صندوق المرضى. برضه نطلع الفرق بين الاول والثاني، نطلع نفس الاعضاء بس الجنين بتطور. فالمخ واجزاء المخ اللي بنشوفها بالمسح الثاني مش نفس الاجزاء اللي بنشوفها بالمسح الاول، بنشوف انه بتطور كيف ما لازم. اهم عضوين اللي هن بتطوروا هن المخ والكلاوي. القلب ممكن انه يكون تشوهات بالقلب، لانه اكثر عضو فيه تشوهات هو القلب، فممكن انه يكون بالمسح الاول ما نشوفش تشوهات معينه لانه صغير، ونشوفها بالمسح الثاني. دكتور اليوم في كمان مسح ثالث طبعا اللي هو على الحساب الخاص، قديش هو هذا مهم لأي فئة طبعا بنصحوا فيه، وهل عن جد يعني ممكن يغير إشي؟ يعني بالنهاية احنا عم نحكي يعني ممكن يعني بالنهاية لقوا بالمسح الثالث إشي، ولكن هل برأيك يعني إذا عملوا المسح الأول والثاني كان كل شيء كان متطور وكله تمام، وبالفحص الثالث يعني تبين إشي؟ يعني هون عم نحكي احنا على جنين اللي هو صار طفل يعني، ف شو بدنا نحكي على هذا الفحص وكيف بتكون ردود الفعل لا سمح الله إذا عن جد طلعت فيه مشكلة؟ نبلش أول شيء، شو لا سمح الله شافوا إشي بالفحص الثالث بالمسح الثالث، هاي بعود لكل قرار شخصي يعني. بيختلف من مرأة لمرأة، من زوج لزوج، بيختلف من نظرة للحياة. في ناس بدها تعمل الفحص عشان تعرف، ومش راح تعمل أي إشي بالحمل، تتكمل راح تكمل الحمل بس بدها تعرف. في ناس بدهاش تعمل لأنه من الأول تحكي انا شو ما يكون راح اتقبل الجنين. وفي ناس بدهاش، ممكن تقول انها بدي اعرف لان انا ممكن ما اكملش الحمل اذا في تشوه معين. هاي بيختلف من شخص لشخص، من عيله لعيله. فرنسا بيعملوا للكل فحص المسح الثالث. عندنا على حسابنا الخاص زي ما حكينا. بالاساس التغييرات اللي هي بتكون زي ما حكيت اكثر عضو المخ، والثاني الكلاوي. بالمخ ممكن يكون حالات نزيف اللي بنشوفها، او توسعات بغرف المخ، هاي اللي ممكن نشوفها، هاي التشوهات اللي بالاساسيه اللي بنشوفها. او هاي او انه حجم المخ يكون ما اكبر او اصغر من المعدل. شو بدنا نعمل مع النتيجه؟ فيش علاج نطي بالرحم، هاي للقرار كل شخص شو بده. السؤال يعني هنا دكتور، هل في نسبه منيحه تعني نقول عن جد يعني احنا عم نحكي اذا كل الفحوصات طلعت
ممتازة طبعا، ما فيش ولا أي إشكاليات بالجنين أو بالحمل نفسه. في هناك بصير بتشوفوا مشاكل بالمسح الثالث ولا هي نسبة كتير قليلة؟ هي نسبة قليلة، عشان لذلك عنا بنعملهاش بشكل روتيني لكل النساء. وزارة الصحة ما فوتهاش كفحص روتيني. هنا في شغلات اقتصادية زي ما حكيت، أغلبية المجتمع تبعنا المجتمع من جميع المجتمع الإسرائيلي، يعني الأغلبية ممكن يكملوا الحمل. دول تانية الدولة بتعمل مناح اقتصادية بتقول ده لأنه ممكن ما يكملوش الحمل، هل أنا شو بدي أصرف على البني آدم مع الإعاقة لكل حياته إذا خليك، ولا إنه هنا إشي اقتصادي أكتر. مع إنه إحنا بإسرائيل يعني من الأوائل بالفحوصات خلال فترة الحمل، يعني إذا منقارن لدول تانية بيعملوا بكتير أقل منا، إحنا كتير عنا فحوصات خلال الحمل. صح صح، عندنا كتير فحوصات، بس بالآخر في فحوصات اللي هي بفوت الإشي الاقتصاد، الإشي الاقتصادي. إذا أنا بدي أعمل هذا الفحص شو بنقض، شو بساوي، شو بوفر علي. دكتور، طبعا احنا عم نحكي على كل هاي فترة الحمل اللي هي فترة عن جد من ناحية واحدة بتكون كتير حلوة، من ناحية فترة من ناحية تانية يعني هي الفترة بتكون فيها كتير مخاوف، يعني كل 9 أشهر المرأة الحمل بتكون على أعصابها، صار فحص ألترا ساوند لفحص ألترا ساوند. مظبوط، وطبعا بتعرف بمرات تغيرات، يعني الجنين عم بتحرك، مش عم نحكي كمان ب طبعا أشهر اللي هي أكتر متقدمة، مرات بتحرك بتحركش، مرات مش عم نسمع إشي اللي متعودين. وطبعا اليوم نعرف إنه في الألترا ساوند البيتي اللي طبعا الواحد بيقدر يشتري. قديش طبعا كطبيب مختص بهذا المجال برأيك ممكن عن جد يساعد انه الواحد هيك يهدي باله، وقديش ممكن يكون دقيق، وقديه ممكن الاشي يساوي زي نوع من الوسواس، وهل انت مع او ضد انه الواحد تكون عنده ألترا ساوند بالبيت؟ تعال نبلش من اول شغلة. ألترا ساوند هاي برضو قرار شخصي. اليوم الألترا ساوند تبع البيت برضو هو بيشوفوه اخصائيين. اخصائيين بلينسون بالاساس، ومش بس إننا نشوف النبض، بس نشوف كمية الماء. ممكن يساعد، هو الهدف تبعه كان إنه نشوف نساعد النساء اللي متحيرات، هل إني أروح على المستشفى أو إني بقدر إني أضل بالبيت لمشكلة بالأساسية، إني في عندي أوجاع، في هل نزلت علي ماء، هل بحس الجنين بحسش الجنين. نبلش إنه حركة الجنين المعدل هي أسبوع 21 الواحدة بتحس الحركة. كتير نساء بيجوا بس بالمسح الأعضاء الأول بحسش جنين. 21 بيختلف طبعا أي حمل أول تاني، كل ما كان الحمل واحدة حمل أول بتحس بمرحلة متأخرة أكتر. المشيمي الأمامية بحسه أقل لأنه الجنين بيتحرك بضرب بالجدار الأمامي بالمشيمي، مش بتحسه أقل. فهاي هيك أنا مع يكون مع إذا في ناس بتحس إنه بضغطها نفسيا فقرار شخصي، بس هو ممكن إنه يقلل حالات اللي الهدف تبعه لحد هسه إنه نقلل حالات المرأة إنها توصل للميون غرفة الطوارئ بدون أي سبب. السؤال هنا دكتور، طبعا حكينا على كل هاي الفحوصات، اذا بدنا نيجي نحكي على فحص واحد اللي هو حكيته الخامس، هو فحص نمو الجنين اسبوع 30 ل 32، اللي فيه نقط القياسات انه الجنين بالفعل وصل للثلث الثالث، انه حجمه ملائم لجيله مش اكبر، هل هون في شك كمية الراس ملائمه، هل في شك لسكري حمل، او انه في او انه ميه الراس اقل من ما من المعدل. وهاي الفحص الاخير يعني هذا ايش يعني ممكن يعطيكوا تعال نقول معلومات لكيف رح تكون الولاده بالنهايه؟ ممكن ينطينا شغلتين، هل احنا لازم نراقب المراه اكثر، هل لازم انه تيجي عندنا بفتره اقرب من هيك، مثلا اذا الجنين اصغر من معدل النمو تبعه، اصغر من المعدل، احنا بنولد باسابيع باسبوع 37 ابدر. جنين اكبر من المعدل بنطلع على هل في هنا سكري حمل اللي احنا ما شفناهوش لحد هسه، مثال كميه ميه الراس، هل في هنا تشوه اللي ما شفناهوش، مسح الاعضاء وهسه بنشوفه. يعني ممكن تشوفوه بالفحص ممكن الأخير. مثلا اننا نشوف ميه الراس عليت انه نفحص اخرى مره، هل كان في إشي احنا ما شفناهوش بمسح الاعضاء ولا لا. طبعا دكتور، بالنسبه لكل هاي الفحوصات كيف الاقبال عندنا، هل الكل بيجي على كل الفحوصات ولا بتشوف انه في
نساء اكثر بتهتم، نساء هقل، مش طبعا انه بيهتموش بالجنين، ولكن انه هقل بيهتموا بكل موضوع الفحوصات. يعني في اللي تعال نقول بفوتوا على الحمل وبقولوا اوكي خلاص كله من الله، المهم يتطور و انا النساء العربيات بلاحظ علينا ان بيعملوا كل الفحوصات وملتزمات بالفحوصات، خصوصا ممكن. فحوصات الالترا ساوند بيجوا على الفحوصات، بس ما عندناش الفهم انه اهميه الفحص. اهميه الفحص يعني مسح الاعضاء، اعرف ذكر او انثى، مش هذا بالباقي نسمع عن نبضات تعني القلب. آه انه اليوم مش عم بسمع عن نبضات القلب، بس بشوفوه بال لا بنقدر نسمعه. بس اليوم مش عم بتسمع كتير زي زمان، يعني اليوم اكثر بتشوفوه من شو احنا بنشوفه، مرات انتوا الاطباء بتشوفوه بالنساء بتشوفوش. احنا بنشوف، انا بسمع، انا دائما بسمع الا اذا كانت بالثلث الاول، لانه بالثلث الاول ممكن يعمل تشوهات للجنين اذا حطينا يعني؟ الدوبلر لا حطينا هو من بنعمل شغله بنسميها الدوبلر، فاحنا بنعملهاش بالثلث الاول. اما انا بسمع وبنطلع على النبض زي ما قلت نوع الجنين، وبرضه بطلب الصور الملونه اللي هي ثلاث مماد 3D. هاي اهم شيء. 3D احكي لكم بصراحه هو من ناحيه طبيه، بس اذا كان الشفه الارنبيه ممكن نشوف، ولا شغلات تانية اللي هي اكثر اصعب، بس انه يعني للمراه احنا بنستعمله بالمسح الاعضاء اذا شكينا انه في عندنا شفه ارنبيه. يعني هو الهدف كان لهذا الاشي، مش انك تشوف الجنين بصوره اكثر. برضو بس انه يعني المسح الاعضاء الثاني اللي بنعمل كوبات كليم عاده ما بيعملوش 3D. اكيد طبعا على الاغلب بيسووه على زي ما قلنا الحساب الخاص او الفحص الثاني تاع الهاي. طب بالنسبه للنساء الحوامل عندنا بمجتمعنا، يعني شو ممكن هيك تعطيهن اكثر نصائح بالنسبه لكل ما يتعلق بالفحوصات؟ بالفحوصات اول نصيحه انه يفحصوا طبيب لمراقبه الحمل اللي هن بيعتمدوا عليه، طبيب اللي يرتاحوا معه، طبيب او طبيبه طبعا اللي يرتاحوا معه، يلتزموا بالازمنه تبعت الفحوصات. مهم جميع الفحوصات مهمه، فدائما ياخذوا الفحوصات بالاهميه. الالترا ساوند برضو فحص مهم جدا، فمهم كتير وبتعلق كتير بمين بيعمل الفحص. ليش يعني دكتور هون في اهميه؟ لانه في الخبره، خبره اللي بيعمل الفحص هضمي. هاي هي احد المشاكل اللي بنحسها انه كتير من مجتمعنا بيفكروا انه الفحص بيختلفش بين طبيب لطبيب، لا بيختلف بين واحد عنده خبره وواحد عنده خبره اقل، لانه ممكن يشوف تشوهات اكثر او اقل حسبها، الا التشوهات الكبيره اللي الكل بيشوفها. فعشان هيك مهم كتير انه يروحوا عند حدا اللي هن موافقين انه عنده الخبره الكافيه انه يكتشف. هذا مش فحص دم، انه يعني لمختبر وجميع المختبرات بتعمله بيختلف. يعني هون دكتور بس هيك بدي اتشك شوي بس عشان نصحح الموضوع، يعني مش كل طبيب نساء بيقدر يعمل فحص الترا ساوند، وانما طبيب نسائي اللي هو كمان الأعضاء. مختص بال طبيب نساء مختص بالالترا ساوند لمسح الاعضاء. وطبعا كل ما كانت الخبره تبعته اكثر، طبعا كل ما يمكن بنت بهلا اشياء بالزبط. ويعني مستحيل طبعًا. يعني يروح عليه شيء اذا لا سمح الله كان في شيء دائما ممكن الخطا اكيد هاي موجود. ممكن يكون مزبوط ولكن بنسبه بكتير اقل. بالضبط. بتحب تحكي كمان كلمه اخيره دكتور علي؟ تاخذوا التطعيم الثالث مهم كتير لكم للجنين، هاي اهم شيء. اهلا وسهلا فيكم. اهلا اكيد شكرا كثير لك دكتور علي على عن جد على هاي المعلومات القيم، بتأمل هيك أفدنا المشاهدات الحوامل واللي عم بخططوا طبعا يفوتوا على حمل. فكمان مرة شكرا كتير لك دكتور علي مفرع أخصائي طب نساء توليد ومدير وحدة الألترا ساوند في المستشفى الإنجليزي، شكرا كتير. أهلا فيكم. شكرا لك. مشاهدينا الأعزاء لهون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، على أمل أنكم استفدتوا واستمتعتوا. مني أنا سمر عودي كرنتي ناجي ومنتقم برنامج كله صحة أطيب التمنيات، وإلى اللقاء.